لو بتكسل تلعب بطن وعضلات بطنك ضعفت وبدأ يطلع لك كرش من النهارده، ما عندكش حد، هبتدي اقول لك تمارين البطن اللي تلعبها في البيت. يلا بينا نبدأ. اهلا بيكم في حلقه جديده في سلسله اتمرن وانت فاكر. النهارده انا جبت لكم المستوى الثاني في تمارين البطن اللي اقدر العبها وانا في البيت براحتي. طيب ينفعش خالص، ما ينفعش خالص ان انا ابتدي اتمرن المستوى التاني ده غير لما اخلص الاول المستوى الاول، عشان هيبتدي العضلات بتاع الظهر تتعبني وعضلات بطني وممكن اتصاب او يجيلي فتق. يبقى لازم اعمل ايه؟ اخلص المستوى الاول، وهسيب لك اللينك بتاعه في الوصف لازم تشوفه، بعدين نخش على المستوى التاني. طيب نبدا بالمستوى التاني. هنبدا النهارده هنبتدي نصعب شويه عن التمارين اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. ففي تمارين هتبقى كومباوند شويه او شكلين في قلب بعض، وفي تمارين هتبقى شكل واحد بس حركات مندمجه شويه. طب نبدا باول حاجه وما نطولش. اول تمرين معانا وهو كرانش سيت اب. لازم بلعب التمرين ده عباره عن كرانش وسيت اب الاثنين مع بعض. يعني المره اللي فاتت احنا لعبنا الكرانش لوحده ولعبنا السيت اب لوحده. التمرين ده ببتدي ان انا العب فيه عدى كرانش عدى سيت اب والاثنين بيتحسبوا بعده واحده. هنبتدي نلعب اول عده كرانش، ثاني عده سيت اب، وكده اتحسبت عده. هبتدي اشتغل المجموعه الواحده من 10 ل 15 ريبيتيشن او تكرار، وهبتدي اشتغل التمرين دوت من 4 مجاميع لخمس مجاميع. ده المستوى الثاني، ما فيهوش هزار. ثاني تمرين معانا النهارده وهو سيت اب اوبليكس. يعني ايه سيت اب اوبليكس؟ ببتدي نفس السيت اب اللي انا عملته المره اللي فاتت، بس بعد ما بطلع السيت اب العده الكامله بتاعتي ببتدي اعمل روتيشن خالص ناحيه الاتجاه اللي انا بشتغل عليه وارجع انزل تاني. هبتدي مثلا اشتغل بالجنب اليمين، فهبتدي اطلع خالص سيت اب، وبعد ما طلعت سيت اب هقوم عامل روتيشن كامل ناحيه اليمين وهرجع تاني بعدين انزل. محدش يعمل روتيشن وهو تحت، محدش وهو اقصى اليمين يقوم نازل على طول لتحت، كل ده غلط. لازم روتيشن خالص بعدين ارجع للنص انزل تاني لتحت، اطلع سيت اب اخلص اليمين كله. يبقى انا خلصت الجنب اليمين كله، بعدين هبتدي اشتغل الجنب الشمال. ما ينفعش اشتغل عدة يمين وعدة شمال عشان فيها خطر او مشكله بتحصل للفقرات بتاعه القطنيه، لانها بتعمل روتيشن يمين وشمال. طبعا مش مع كل الناس، بس انا بتفادى اي مشاكل، فبقول نخلص الجنب اليمين كله من 10 15 تكرار، بعدين هشتغل الجنب الشمال من 10 15 تكرار بدون راحه في النص. يعني بعمل من 20 ل 30 تكرار، بعدين اخد الريست بتاعي 30 ثانيه ونكرر الموضوع ده او المجموعه اللي احنا عملناها دي من 4 مرات لخمس مرات. تالت تمرين معانا وهو هيبقى سايد ليك ريز وسكرانش. احنا المره اللي فاتت عملنا كرانش لوحده وعملنا سايد ليك ريز، النهارده هنبتدي ندمج ما بين الاثنين. هبتدي زي ما انا نايم، هبتدي انام مثلا دلوقتي على الجنب الشمال، وهبتدي اطلع اتني رجليا اللي انا نايم عليها، وهبتدي افرد رجلي الشمال خالص انام عليها، وهبتدي بايدي اليمين ورجلي اليمين هيقابلوا بعض في نص الطريق. في نص الطريق ما ينفعش رجلي هي اللي تطلع الطريق لوحده او ايدي اللي تطلع الطريق لوحده، لازم ايدي ورجلي يقابلوا بعض في نص الطريق، ولازم يحصل في عضلات الجنب بتاعتي او الجناب بتاعتي كرانش. ما ينفعش ان انا اطلع بايدي بتمرجح بايدي مع رجلي، لازم وسطي يبتدي يسيب الارض، يطلع ايدي ورجلي قبل بعض بعدين ترجع تاني. قبل ما يلمسوا الارض نطلع تاني. هشتغل الريبيتيشن بتاعنا لكل جنب من 10 ل 15 تكرار. هنخلص الجنب الشمال اللي انا نايم فيه على الشمال وبشتغل على الجزء اليمين، هنبتدي ننام على الجنب اليمين ونبتدي نشتغل عضلات الشمال. هتبتدي ايدي الشمال ورجلي الشمال يقابلوا بعض في نص الطريق وهرجع تاني. هشتغل التمرين زي ما قلنا من 10 تكرار ل 15 تكرار لكل جنب على حده بدون راحه في النص. هشتغل اليمين 10 15 بعدين انام على الجنب الشمال من 10 15، بعدين اخد الريست بتاعنا من 30 ل 45 ثانيه. اشتغل التمرين من 4 مجاميع لخمس مجاميع. رابع تمرين معانا هنشتغل فيه الليج ريز، بس هنبتدي نثبت جسمي في وضع الزاويه 30، وهيبتدي الشغل كله برجليا. ازاي؟ هبتدي انام على الارض، احط ايديا الاثنين على الارض، واخلي وضع جسمي او الابر بادي بتاعنا في زاويه 30، والحركه كلها جايه من رجلي. هعمل ليج ريز لزاويه 30 45 حد اقصى، وهنزل تاني من غير ما تلمس الارض. هشتغل التمرين ده معايا من 10 15 عدى في المجموعة، وهنبتدي نشتغل المجموعة بتاعتنا من 4 ل 5 مرات، والراحة ما بين المجاميع من 30 ثانية ل 45 ثانية. خامس تمرين معانا واخر تمرين هو بلانك سوبرمان.
زي ما اشتغلنا المره اللي فاتت بلانك عادي وبدلنا نسبه عليه من 30 ثانيه ل 60 ثانيه، النهارده هنبتدي نشتغل البلانك ده على شكل سوبرمان. سوبرمان بتاعنا ده هنفضل نثبت على وضع البلانك عادي، وهبتدي زي ما انا ثابت على الاربع اطراف بتوعنا هبتدي دلوقتي ارفع دراع اليمين ورجل الشمال وهثبت في نفس الوضع ده حد ادنى 30 ثانيه، وهبقى مرتكز على ايدي الشمال ورجلي اليمين بس، وكل عضلات جسمي لازم تبقى عامله كونتراكشن عشان جسمي يفضل ثابت. بعد ال 30 ثانيه هنزل ايدي اليمين ورجلي الشمال وهرفع ايدي الشمال ورجلي اليمين وهثبت على ايدي اليمين ورجلي الشمال وهثبت عليها نفس الكلام حد ادنى 30 ثانيه. لازم العب الشكلين دول بدون راحه، هخلص كل شويه دراع اليمين ورجلي الشمال وبعدين دراع الشمال ورجلي اليمين وهثبت عليهم كل واحده فيهم حد ادنى 30 ثانيه، يعني حد ادنى للاثنين 60 ثانيه، واخد الراحه بتاعتي 30 ثانيه. هنكرر التمرين ده من 4 مجاميع لخمس مجاميع. كده يبقى احنا خلصنا المستوى الثاني في تمارين البطن، وجبنا لكم النهارده 5 تمارين اصعب الخمس تمارين بتوع المره اللي فاتت، ولا ينصح نهائي اي حد يبدا بيهم. لازم ابدا بالمستوى الاول واقل حاجه من شهر لثلاث اشهر حسب المستوى البدني بتاعك واللياقه بتاعتك ومستوى التحسن بتاعك. اول ما بتبتدي تحسن والتمارين بقت سهله بالنسبه لي في المستوى الاول، هتبتدي تخش المستوى الثاني، كمل عليه، انتظم عليه، حقق التارجت بتاعك، وهديك مستوى الثالث والرابع والخامس. بس لازم تحقق، محدش يستعجل. مش كل ما نشوف حلقه جديده تسيب الحلقه القديمه وتنفذ الحلقه الجديده، استنى لحد ما جسمك يستيبل على التمارين دي، يبتدي يتكيف عليها، يبتدي يعرف يشتغلها بدون الم بدون وجع. اقدر احققها بطريقه سهله بدون تشنجات. لازم اطلع النفس في كل مجموعه بلعبها، في كل عده او انقباض عضلي لازم اطلع النفس، محدش يفتم وشه، ممنوع اي حد وشه يحمر نهائي، ما ينفعش اكتم نفس ووشي يحمر. احنا بنعمل التمارين دي كلها عشان نشد عضلات البطن ونمنع حدوث الكرش، فما ينفعش ان انا احولك لفتاء او لبواسير او شرخ او دوالي، ما ينفعش. لازم نفس، ما حدش ينتقل من المستوى للتاني لما يحقق التارجت. لو المستوى بتاع النهارده كان سهل وحققته، استنى في مستويات تانيه كتير، ما تستعجلش. لو عجبتك حلقه النهارده ما تنساش تعمل لايك، ولازم تشترك في القناه عشان تشوف بقيه الحلقات والسلسله بتاعتنا. لسه في مستويات تانيه كتير، احنا لسه بنقول في المستوى التاني لسه في كتير ياما. كان معكم كابتن اوكا.